بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتعرض اليوم لإحدى الشبهات حول القرآن، طرحها المؤلف تحت عنوان هل القرآن الكريم من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: قالوا القرآن ليس وحي الله، بل هو من إنشاء محمد وإبداعه. هذه يعني قضية لا تحتمل إلا أحد هذين الاحتمالين، إما أنه من عند الله وإما أنه ليس من عند الله. كونه ليس من عند الله فلا بد أن ينسبوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قالوا أنه أنشأه من عند نفسه أو أعانه عليه قوم آخرون أو أنه نقله من كتب الأولين أو غير ذلك من الفرع التي ذكروا. وسبق وقد تناولنا يعني بحث أكثر تفصيلا في هذه المسألة من كتاب النبأ العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، ويعني كيف فند كل الاحتمالات الممكنة ولم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن القرآن من عند الله. هذا البحث وكأنه اختصار هذه الكلام المؤلف هنا، وكأنه اختصار لكلام الدكتور عبد الله دراز، أو نسج على منواله أيضا محاولا استبعاد أو التدليل على استبعاد كل الاحتمالات الأخرى غير أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. يقول: قالوا القرآن ليس وحي الله، بل هو من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم وإبداعه. والجواب أن هذه دعوة تحتاج إلى دليل، كما أن القول بنزول القرآن من الله على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تحتاج أيضا إلى دليل. فنحن أمام خيارين، أولهما أن القرآن من كلام الله، والآخر أنه من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبلغ يعني وسيلة في إقامة الحجة بالذات في الأمور التي يكون عقلا لها احتمالين أو أكثر، أن تثبت صحة احتمال ما وأن تفند الاحتمالات الأخرى. وإن كان تفنيد الاحتمالات الأخرى في حد ذاته يحصل المسألة في احتمال واحد، ولكن إثبات صحة احتمال بأدلة كثيرة مع تفنيد الاحتمالات الأخرى وبيان مناقضتها لمسلمات عقلية أو لوقائع موجودة أو غير ذلك، كل هذا مما يزيد الأمر وضوحا. نحن نقول دليل أن القرآن من عند الله إعجازه، أن البشر يعجزون عن أن يأتون بمثله، أو إن شئت تقول قبل مسألة التحدي، لأن كلمة الإعجاز أتت من التحدي، التحدي ثم العجز، عجز من تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله. ولكن قبل هذا نحن نقول عظمة القرآن، مظاهر عظمة القرآن تدل على أنه من عند الله، بلاغته، حسن معانيه، كمال تشريعاته، صدق أخباره الماضية والمستقبلة، كل هذا دليل على أن هذا من عند الله تبارك. أيضا
يعضد هذا تفنيد الاحتمالات الأخرى. أقول لو فرضنا جدلا صحة الخيار الثاني أنه من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نتساءل لماذا يؤلف مدعي النبوة هذا السفر العظيم وتلك اللوحة البيانية المذهلة ثم ينسبه إلى غيره؟ كررنا هذا الأمر كثير ونريد أن نؤكد عليه، لابد أن يكون ماثل في الذهن عند مناقشة أدلة النبوة. نقول أن من ادعى النبوة، من قال إنه نبي، هناك من الناحية العقلية احتمالان، أن يكون صادق وأن يكون كاذب. ولكن عند التأمل سنجد أنه إن كان صادقا فهو أصدق الصادقين، أعلى درجات الصدق النبوة، وإن كان كاذبا فسيكون في أشد وأسوأ درجات الكذب، أنه يكذب على الله. هذا التباين بين هذين الاحتمالين يجعل أنه يسهل جدا على كل ذي لب أن يفرق بين النبوة الصحيحة، بين من هو نبي حقا وبين المدعي. وكما ذكرنا رصد يسير جدا لتاريخ مدعي النبوة، مسيلمة والسجاح وغيرهم، والبهاء وأحمد غلام قضياني، بل عند النصرانية بولس وغيره تجد صفات الكبر والعجب والتلون والكذب على الناس فضلا عن الكذب على الله. ما هو لا يكذب على الله إلا ويكون قد استحل الكذب على الناس بكل الصور. بولس يحكي عن نفسه، ليس أحد آخر يحكي عنه، أنه هو مع اليهود يكون كواحد منهم ومع الوثنيين يكون كواحد منهم، وأنه يحكي تلونه، وعن طريق هذا التلون يظن أنه استطاع أن ينشر النصرانية في أوروبا. حينما ذهب إليهم وجدهم يعبدون الأوثان، وعلى كل تمثال اسمه إلا تمثال مجهول، فخطب فيهم أنكم قوم على دين حسن، ولم أأتي لأنقض هذا الدين، وإنما جئت لأبين لكم أن هذا الإله المجهول ما هو إلا يسوع المسيح. فدخلوا في دينه، في زعمه، في تصوره، وكان هو بهذه الكلمة هو الذي ارتد عن دين عيسى عليه السلام، إن كان قد دخل فيه فعلا ولم يكن قد دخل فيه نفاقا. ودخلوا هم في دين بولس فعلا وليس دين عيسى عليه السلام، الذي صار دين مهجن بين الوثنية وبين النصرانية. العجيب أن بابا الفاتيكان يعني يقول أن ديانته تمثل أفضل مزج بين الفلسفة اليونانية وتعاليم المسيح. إذن هذا اعتراف صريح، يعني هم لا يعني يوارون هذا ولا يخجلون منه. الحاصل هنا أن عند عرض نماذج مدعي النبوة على العقل وعلى النظر تجد لا تكاد تخطئ صفاتهم وأخلاقهم. معظم مدعي النبوة تجده يأكل أموال الناس ويعتدي على أعراضه مثلا، وكما يعني يأتي نماذج تجد شخص لابد أن تظهر أثر تلك الشخصية التي مستعدة أن تبيع كل شيء، مستعدة أن تكذب على الله. فلا يمكن أبدا أنه يكذب في هذه فقط ويستطيع أن يمثل على الناس في كل أموره بعد ذلك أنه هو يعني ما جاء إلا للطهارة والنقاء إلى آخر هذا الأمر. فإذا الأمر لا يمكن أن يشتبه. لم يسجل في التاريخ يعني إنسان عنده ملكة ويعني عنده مؤهلات للعلو ثم يطلب العلو بطريقة يعني غير مضمونة. فلو تصورنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون رجل بليغ فصيح ألف القرآن وأراد أن يعلو به على أقران، كان الأيسر طريق أنه يعرضه أنه من تأليف نفسه،
كانوا رفعوه إلى أنه هو أديبهم. ومن الأديب في العرب؟ أعلى الناس شأنا، يجزل له العطايا، فضلا أنهم عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه الجاه. فلماذا يجرب الإنسان طريق بعيد عن مقصود؟ فضلا أنه الإنسان المتكبر، ولو إذا كان عنده بالفعل مقومات فهو يميل إلى أن ينسبها لنفسه، لا يميل حتى ولو أن ينسبها إلى الله. لأنه إذا كان أنتج إنتاج متميز، فإذا قال أن دوره فيه البلاغ فقد نزل بدور نفسه، مهما كان أخذ يعلي من شأن هذا الإنتاج الذي أنتجه، ولكن بيخفض من شأن دوره في هذا الكلام. وهذا لا يصدر عن المتكبرين ولا يصدر عن الكذابين. بل إن يعني مثلا من عجيب الأمر أنه تلاقي مثلا البهاء، زعيم البهائيين، نسب الكتاب الذي قاله إلى نفسه، وهو يتردد هل هو من تأليف نفسي أو إيه، أو من عند الله. وفي الآخر اقتبس الحيلة النصرانية اللي فيها إيه، أنه كتبه هو ولكن بإلهام. أحمد غلام قضياني له كلام في غاية السخافة، ومع هذا عندما يسأل عن أدلة نبوته يقول أني أكتب لكم هذا الكلام الذي لا يوجد له نظير على وجه الأرض، ونسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الوحي. وفي النهاية أيضا يقول أنه إلهام أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا الكلام لو أنه لو افترضنا الافتراض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب، حشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكان اللائق به إذ تمكن من هذا الأمر المبهر أن ينسبه إلى نفسه أيسر وأقصر من أن ينسبه إلى الله. لا سيما أنه إذا نسبه إلى نفسه كان سيشرف في قومه، يعظمه قومه، يأتونه بالأموال وغير ذلك. بينما لما نسب الكلام إلى الله، لا أيضا لا نريد أن نغفل أن عودي وأوذي، وكان فرضا وحده في فترة. إذا كان هذا الكلام ذاته كان يستطيع أن يعلو به عند الناس إذا نسبه إلى نفسه، فلماذا ينسبه إلى الله وينال ما ينال؟ لماذا إذ ألف كلاما يريد أن ينسبه إلى الله؟ لو افترضنا لماذا عاد دين قومه؟ لماذا لم يأتي بكلام ليقول لهم أن دينكم هو الحق؟ الغلام البهائية والقضيانية خرجوا وسط المسلمين فقالوا أن الإسلام هو الحق، لأنه ليس الذي يعني هو يريد فقط العلو، ولكن الإسلام هو الحق ولكن تؤمن بالبهاء. أو غلام قضياني قل الإسلام هو الحق ولكن، ولأنه طبعا صنعة الإنجليز أضاف إلى ذلك إسقاط الجهاد، لأن الجهاد كان للكفار سيئين قديما في زعم كفار زمانه، يعني يجب طاعتهم ويجب الترحيب بهم. هذا هو الجديد الذي أتى به. فإذا إلى الآن من عجائب الأمور أن القضيانية لا ترى الكفر بغلام أحمد قضياني كفرا، لأنهم لا يريد أن ينسلخوا من قلب المسلمين. فيقول نحن مسلمون وأنتم مسلمون، لكن أنتم تكفروننا ونحن لا نكفركم. لماذا لا تكفرون من كفر بنبيكم؟ يقولون أن من كفر بنبي لا نستطيع أن نكفره، أمره إلى الله. فإذا هذا أدل دليل على كذبهم. لا يأتي نبي ويقول من شاء أن يؤمن به فليؤمن ومن شاء فلا يؤمن، وهو عند الله في النهاية مؤمن ويدخل الجنة وإلى غير ذلك. هذا كلام متناقض. إذن فلا يعقل من الناحية المنطقية أن يؤلف أحد كلام كهذا الكلام ثم يسير بهذا الطريق الملتوي الذي يكلفه العناء والجهد والمشقة
والأذى، مع أنه كان يستطيع بنفس هذا الكلام لو نسبه إلى نفسه أن يعلو به وأن ينال كل ما يريد، ونفسية الكاذب لا يريد إلا العلو أو المال أو الجاه أو نحو ذلك. يقول: ثم لماذا يتحدى العالمين أن يأتوا بمثله؟ هذه مسألة. وكيف له أن يحيط بأخبار الأولين وأن يتوصل إلى علوم الآخرين؟ طبعا هذه مسألة غير مسألة البلاغة والبيان، الأخبار الماضية والمستقبلة هذه لا تقبل إلا أنها من نبي، وبعض هذه الأخبار لم تكن معروفة عند قومه وكثير منها، وبعضها لم يكن معروف عند أهل الكتاب، وما كان معروف عند أهل الكتاب كأصل، لأنهم يقولون نقل من التوراة والإنجيل. لماذا يأتي الناقل ويورط نفسه في تصويب أخطاء للمصدر الذي ينقل منه؟ لماذا يصوب اسم أبي إبراهيم؟ لماذا كما مثلنا قبل ذلك بهذه القضية وهي في غاية الوضوح، لماذا يستدرك عليهم أنهم أغفلوا قصة نطق عيسى عليه السلام في المهد؟ وهي قصة إذا أغفلت، فإذا وضعت نفسك مكان من عاشوا في هذا الزمان فلا بد أن تصدق الإفك وأن تصدق ما قاله اليهود في شأن مريم عليها السلام، لأن إذا من ولدت بغير زوج فهي بغي، فهي زانية في عرف جميع الخلق. وإذا ابتلى الله عز وجل امرأة صالحة بأن يجعلها آية فلا ينبغي أن تكون الآية ذاتها محل شك، فلا بد أن هذه الآية يكون معها آية أوضح لبيان أن هذا من عند الله. وهم يقرون بهذا، يقرون بمبدأ أن الأصل في من أنجبت بغير زوج الشك، لأنهم يقولون أن ملاك الرب أتى إلى خطيبها لكي يأمره أن يمسكها لأنها ليست خاطئة ولكنها قديسة. إذا احتاج أقرب الناس إليها إلى أمر خارجي يطمئنوا أن هذا ليس زنا، فما بال اليهود؟ طبعا كما ذكرنا بولس كان يجامل الجميع، فقضية أن عيسى عليه السلام ابن زنا قضية لم تكن تحتمل النزاع عند اليهود، وبالتالي لم يتعرض لتبرئة عيسى عليه السلام، وحذف ما يفيد معجزة ولادته، بل يعني أو من تأثر به ومن تأثر بطريقته فعل ذلك. أيضا يعني اختراع قصة المجيء إلى مصر إلى أن تتم الولادة قصة أشبه بحال من تخطئ مع خطيبها أو نحو ذلك، فتتوارى تتم إجراءات الزواج بعيد عن الناس، وتأتي بعد فترة تصلح تكون تم فيها الحمل والولادة، تكاد تكون هذه الصورة. يذكر أن اليهود واجهوا عيسى عليه السلام وقالوا عرضوا بزنا أمه، وقالوا أما نحن فمعروفون وأباؤنا معروفون، فماذا تحكي الأناجيل؟ أن عيسى عليه السلام أجاب أنه حاد عن الإجابة عن هذا التعريض برمي أمه عليه السلام بالزنا. إذن القرآن لا يمكن أن يكون نقل منهم، أخبار الأولين الموجودة في القرآن ليست منقولة من التوراة والإنجيل لأنها تصوب لهم أخطاء. فإن قل لماذا اعتبرتم يعني رواية القرآن هي الصواب ورواية التوراة والإنجيل هي الخطأ، إذا كنا في مجال مناقشة ليست بين المسلمين، مناقشة لناس لم يسلموا بعد ونحن نريد أن نقيم عليهم الحجة أن القرآن كلام الله، نقول هذا نموذج العقل يحتم صدق الرواية القرآنية وكذب روايته. وهناك نماذج يعني كثيرة أخرى فيها ذلك. إذن كان من ضمن الأشياء اللي بعض الباحثين المعاصرين
من الكفار يستدركها على القرآن، كان يقول إن الرواية القرآنية لقصة يوسف عليه السلام فيه وشروه بثمن بخس دراهم معدود. قالوا التوراة ليس فيها ذكر الدراهم، والتاريخ يقول أنه لم تكن هناك دراهم في ذلك التاريخ. انتبه أيضا في هذه القضية وفي غيرها، لا يمكن لعاقل أن يقول أن التاريخ ينفي وجود دراهم في تاريخ ما مثلا أو في زمن ما، أقصاها يقول لم يثبت، وهذا وبالتالي لا تعتبر هذه تهمة، لأنه ليس عنده دليل أنه كان غير موجود. نحن نعتبر القرآن في ذاته دليل، فإذا هو لم يعتبر دليل ولكن لا يجوز أن يطعن على القرآن بأنه لم توجد أثار لتلك الدراهم. ومؤخرا اكتشفوا عملات معدنية تعود إلى عهد يوسف عليه السلام، على طبعا على وجه الظن، لأن هم لهم يعني المؤرخين لهم طريقة معينة في محاولة أخذ التواريخ التي في التوراة لأنها متناقضة أيضا وقياسها على تواريخ الأسر الفرعونية، ولكن على أي، هناك بحوث الآن تقول إن وجدت آثار لعملات معدنية تعود إلى عصر يوسف عليه السلام. إذن على أي، هناك نماذج كثيرة لأخبار السابقين في القرآن ليست منقولة عن الموجود في كتب أهل الكتاب بل مصوبة لهم. الناقل بالذات الكاذب، طبعا أيضا ذكرنا في سياق آخر قول الشاعر الألماني جوتا، أننا إذ لم نقل أن القرآن من عند الله فسنضطر إلى القول بأن محمد هو الله، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله ولا يأتي به بشر. أيضا بعض هؤلاء يريد أن يقول عن سلم أنه كاذب، ثم تجد ينسب إليه أمور يعني في غاية العجب وقدرات خارقة. يعني هذا الذي يكذب مشغول بالبلاغ ومشغول بتدقيق الأخبار وينقل عن مصادر يريد أن يغير في سياق القصة. لماذا؟ يعني يكفي أنه بينقل من لغة رضيئة متهالكة سخيفة إلى ويحاول أن يصغها في لغة رزينة رصينة، فلماذا يتدخل في سياق القصة؟ وما الفائدة التي تعود عليه؟ ثم يعرض نفسه لأن يقال له أن هذا كذب، وكان الأولى أن يوافق الشائع في قومه كما ذكر. فإذا علوم الأولين وأخبارهم حتى الأخبار اليسيرة الموجودة عند أهل الكتاب وموجودة في القرآن بسياق مخالف، عند التأمل ستجد أن السياق القرآني أقرب إلى التصور وأقرب إلى العقل، ومن أظهره قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد التي ذكرها القرآن وأغفلتها كتب أهل الكتاب. طبعا إذا قيل أنه ينقل عن كتب أهل الكتاب هذا أمر آخر، كتب أهل الكتاب مليئة بالقصص المشوقة من وجهة نظر العرب اللي كانوا يعني يقارنون بين القرآن وبين حكايات ألف ليلة وليلة، ليست بعينها ولكن كانوا يقارنون بين القرآن وبين أحاديث فارس والروم. أحاديث فارس والروم حكايات ألف ليلة وليلة والقصة الأسطورية ومعروف أساطير الرومان وأساطير الفرس، وعند أهل الكتاب قصص شمشون الجبار والمعبد والشعر وقوته التي في شعره، دي قصة توراتية، قصة شمشون التي تمثل في السينما قصة من التوراة، رجل وقوته في شعره والأعداء يعني أرادوا، ورجل صالح أو هكذا تقول القصة، وهو مخلص بني إسرائيل ولكن في ذات الوقت في يوم عند يزني عند فلانة والآخر عند علانة وعرفوا سر قوته عن طريق زانية، مش مشكلة التناقض. فإذا كتب أهل الكتاب مليئة بالقصص التي كان يطلبها العرب،
والتي حاولوا التشغيب على القرآن بأنهم يبحثوا عن من يعرف أحاديث فارس والروم يحدث الناس بها حتى يلهيهم عن سماع القرآن. لماذا لو إن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، لماذا لم تستهويه هذه القصص الكثيرة على كثرتها والتفاصيل الجنسية والتفاصيل الخرافية والحروب والانتصارات والانكسارات؟ كل ده كلام موجود في قصص أهل الكتاب، ملاحم أسطورية متشابهة مع ملاحم فارس والروم. لماذا لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ينقل هذه السخافات، وإنما ذكر القصص الحق الذي أوحاه الله إليه ولم ينسق في هذا القصص وراءهم؟ إذن هو غير ناقل عنهم وليس هناك مصدر معرفة آخر، فلا بد أن يكون هذا من عند الله. أما الأخبار المستقبلة، قد إذا أخبر أحد بأخبار مستقبلة فلا بد وأن يظهر كذبه إذا كان يكذب على الله، إذا لم يكن عنده علم بالغيب. والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما يعلمهم الله، فيعلمهم الله بغيب، يوحي إليهم بغيب، يخبر الناس به، فيكون عندما يقع دليل على صدقهم. يقول هناك من يخبر بغيب يخمن فيذكر أمور قريبة، أمور يستدل بمقدمات على نتائج، وغالبا ما تخطئ نبوءات المتنبئين الكاذبة. قصة المجيء الثاني لعيسى عليه السلام في الأناجيل قصة مشكلة حتى الآن، هيجي إمتى؟ الأناجيل كانت تذكر عودة قريبة جدا، ومع ذلك لم يأتي، أو أتى وحذفوها، لأن المجيء الثاني مثبت في إنجيل برنابة وهم لا يذكرونه في أناجيلهم، إلا أنه سيأتي قريبا ولم يأتي. فجاءوا في بعض ما ألحق بعد ذلك أو الكتابات في نص ما استنبطوا منه أن هذه النبوءة أنه سيأتي على رأس الألف، وطبعا عند السنة 1000 ميلادية حدثت كوارث في العالم انتظارا، لأن المقتضى إيمانهم أنه المجيء الثاني للمسيح، وناس تخلصت من أموالها وناس، ثم لم يحدث شيء. فقيل لهم سيأتي على رأس 1000 ما، وبالتالي جه سنة 2000 حتى الكمبيوتر قالوا حيضرب عشان الصفرين ومش الصفرين، وألفوا كتب يعني بحكم التخصص كنت يعني أستغرب جدا أنه يتؤلف في جامعات كلام كتب على أنه إيه اللي ممكن يحصل لما، عشان مشكلة أن أول برامج الكمبيوتر التي أنشئت يعني في السبعينات والثمانينات كان عند كتابة التاريخ يكتفي برقمين زي بتكتب في سنة 80-83، فسيأتي سنة 2000 وتبتدي محتاج يكون إنسان ولد سنة 1990 وأنت الآن في سنة 2000 أو 2001، لازم تقول الأربع أرقام عشان تعرف تميز، أو عشان ما يبقاش هو اتولد سنة 90 وأنت الآن في سنة 2001 لو حذفت الرقمين التانيين. مشكلة يعني لا يمكن تصور أن هي، قالوا ممكن بعض المفاعلات النووية لو كانت متبرمجة على تاريخ معين أنها عنده مش عارف تعمل إيه هيحصل انفجار، كأن أناس يعني عايشين في وهم كبير مستنيين حدث يحصل وخلاص راحوا يعني ألصقوا بالكمبيوتر. من جهة تانية الذين يعني اقتنعوا أنه لا لن تحدث حوادث ولن تحدث بدأوا يفتعلوا حوادث، وبعض طبعا هم دايما الغرب يحلو له أن يصف المسلمين بالتطرف والرجعية، بينما عندهم بالفعل من سيطبق دينه حرفيا سيأتي بالعجائب. كان من فترة قريبة حاكموا رجل أمريكي، ابنته مريضة بعدة أمراض مزمنة منع عنها العلاج واكتفى بالذهاب بها إلى الكنائس،
فحكم أمام القانون. فعندما سئل قال الكتاب المقدس يقول إن القديسين لهم قدرة على شفاء الأمراض وطرد الشياطين لماذا؟ وطبعا الكلام عندهم من الكلام ده أكيد معجزات عيسى عليه السلام ورثت لتلامذتي وهم ورثونه إلى من بعدهم بصورة أكيدة. فهذا الرجل صحيح هم يعني عاقبوا، كان الأولى يعاقبوا من وضع هذا الكلام ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى. نفس القضية هنا أن الذي المتدين منهم عملوا حوادث تفجيرات في أنفاق المترو وغيرها، وهذه وقائع مثبتة أن الذين قاموا بها متطرفين دينيين يستعجلون أو يمهدون حدث عظيم. كان إيه غرضهم؟ عملوا حدث إرهابي ينسب إلى أعداء أمريكا، كان وقتها يعني كان أن ينسب إلى روسيا، فتقوم حرب نووية فيأتي المسيح، لأن الألفية سنة 2000 قربت. ويعني غالب ظن كثيرين وأنا أؤيد هذه وجهة النظر أن أحداث 11 سبتمبر قام بها اليمين الأمريكي المتطرف تعجلا للمجيء الثاني للمسيح. و يعني مشكلة القاعدة أنهم في أحيان كثيرة إذا نسب إليهم شيء يرحبون من باب أن كأن الخصم يعني يخاف منهم، ووجد أنه ضرب ضربة قدرها الله ولا يجدون عدو إلا القاعدة فنسبوا إليه الأمر. فالقاعدة ترحب مع أن أحيانا يكون الخصم له تكتيكات أخرى. فأحداث 11 سبتمبر غالب الظن أن المخابرات الأمريكية أجادت توظيف عناصر تعرف عنها أنها تؤمن بمسألة أن لابد من حدوث كوارث عالمية عند رأس الألف حتى يأتي عيسى عليه السلام، وسهلت لهم المهمة. ويعني لا مانع أن تكون سهلت لهم الحصول على دعم مادي من القاعدة، ده أقصى ما يتصور. لكن تصور أن القاعدة استطاعت أن تزرع طيارين مدنيين يجيدون المناورات للطائرات بهذه الصورة واختراق المباني، الأمر يعني بعيد جدا عن التصور. على أي نحن نقول أن هذه نبوءة كانت المجيء الثاني، إلى الآن النبوءة مفتوحة، حلوها بأنها سنة 1000 وبعدين رجعوا حلوها عند 1100، فجت عند الألفية الثانية وحدثت كوارث من جراء هذه العقائد الباطلة. ولا ندري يعني من ستطول به حياة وكيف سيكون حال الدنيا، وهل يعني تأتي عليهم ألفية ثالثة أم لا، وماذا سيفعلون فيها. فإذا يعني النبوءات التي تصمد لسنوات هذه دليل على صدق صحيح، لا سيما إذا كانت نبوءات عكس الاتجاه، عكس اتجاه التوقع، إنه يكون في حال استضعاف ويعد بنصر ويعد بتمكين إلى غير ذلك. أما أن يستمر الأمر 14 قرنا من الزمان النبوءات تتحقق واحدة بعد الأخرى، فهذا مما لا يمكن لعاقل أبدا أن يتشكك أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. طبعا يدخل في معنى النبوءات أو نفس درجة الدلالة الإشارات العلمية، وبالتالي نحن دايما نؤكد أن إشارة واحدة تكفي، لا داعي لإجهاد النفس في محاولة استنباط إشارات علمية، وربما يحصل تعسف في فهم الآية أو حتى تعسف في توفيق بين الآية وبين الإشارة العلمية، بينما إشارة واحدة تكفي، أو القدر الواضح الصريح المطابق لنص الآية ومعناها يكفي جدا مراحل تخليق الجنين. وكثير من المنصفين من الغرب يشهد أن آيات مراحل تخليق الجنين
تدل على أن القرآن من عند الله، أن هذا كان غيب في ذلك الزمان، لا لا لم يكن أحد ليرى هذه المراحل. كون الآن أقدر الله البشر على رؤيتها هذا دليل على أن هذا من عند الله. توجد إشارات أخرى كثيرة في القرآن تتفق مع حقائق علمية كانت غائبة عن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمان يعني القريبة منه، بل لم تعرف إلا مؤخرا، وهذا كله يدل على أن القرآن من عند الله. وكما ذكرنا لا داعي للإسراف في هذا الجانب فنفسده، نعطي الآخرين حجة، يقولك كل شيء يقوله إعجاز علمي، يقوله إعجاز علمي في القرآن، فيشكك الناس، يأتي ببعض النماذج الغير منضبطة ويعرضها على الكفار بأنه اغلقوا باب الإعجاز العلمي في القرآن لا تتدبروا فيه، مع أن يكفينا مسألة مراحل تخليق الجنين تكفي تماما، ويعني وما صح من إشارات أخرى موجودة في القرآن وفي السنة. طبعا مسألة الطب النبوي بيحاولوا يحاربوه بكل ما يطلقون من وسيلة، لأن الإشارات الموجودة في القرآن وفي السنة إلى بعض أصول الطب إشارات في غاية العجب، ومع هذا أيضا الزيادات التي نضيفها نحن أحيانا تفسد، والبعض إنه يعتبر كل طب عربي طب نبوي، ليس كذلك، أو كل طب ليس محضرا في معامل ومغلف بطريقة الصيدليات الآن يساوي طب نبوي. الطب القديم منه ما هو مأخوذ عن العرب، وما هو مأخوذ عن قدماء المصريين، وما هو مأخوذ عن غيرهم. نحن نقول ما ثبتت الإشارة في السنة أنه ينفع في كذا ينفع بفضل الله، أنه نافع مطلقا، مثلا عسل النحل حبة البركة، تجد أنها يعني الطب يكتشف أن فيها رفع عالي جدا لجهاز المناعة، وهذه العبارة النبوية التي يفهمها من يعرف شيء اسمه جهاز المناعة ويفهمها من لا يعرف، ولكن الحقيقة الطبية واحدة، وأنه في هذا إرشاد أن كل من يعاني شيء يستعين، لا سيما وأن جاء الأمر تداوى عباد الله، فعندما يأتي الأمر بالتداوي مصحوب بإرشاد إلى أنواع معينة من الأغذية أنها شفاء من كل داء، يبقى كل عاقل يعرف أن هذا دواء مساعد في كل أنواع الأمراض، وهذه تكافئ في زماننا يعني الأدوية التي ترفع كفاءة جهاز المناعة أو المضادات الحيوية، مثلا عسل النحل يعني يرفع كفاءة جهاز المناعة جدا، يستخدم يعني كمضاد حيوي ومضاد بكتيريا ونحو ذلك، فكون الإرشاد إلى هذا مع الإذن بالتداوي بغير هذا أمر بلا شك يدل على أن هذه الحقيقة الطبية التي لم تكن معروفة آنذاك، وما كان الناس ينظرون إلى هذه الأمور إلا نظرة فيها قدر من الاستخفاف، فهذا فيه أنه من عند الله. يبقى إذن يقول: ولماذا يتحدى العالمين أن يأتوا بمثلي، وكيف له أن يحيط بأخبار الأولين وأن يتوصل إلى علوم الآخرين، وكيف تنبأ بالغيوب الكثيرة التي ملأت صفحات كتابه، ومنها ما تحقق في حياته، ومنها ما يشهد وقوعه بصدق إلى قيام الساعة. ثم لو كتب مدع، هذا سؤال آخر، ثم لو كتب مدع ما كتابا فماذا ترانا نتوقع أن نجد فيه؟ لو أطلق الواحد منا خياله محاولا تصور كتاب يكتبه مدع كاذب، فإنه سيجد الكثير مما ينبه العقلاء ولو بعد حين إلى بشريته، وأنه من صناعة إنسان، وهذا ليس بالعسير، فالبشر يكتبون بمعايير البشر وقدراتهم ووفق أحاسيسهم ورغباتهم وعلومهم وموضوعاتهم. يقول: إن نظرة فاحصة لآي القرآن ستنبئ عن إلهية منزل القرآن، إذ هو في موضوعاته يتسامى بعيدا عن اهتمامات البشر وما يجول في أذهانهم، فحديثه يدور حول موضوعات لا يطرقها البشر عادة ولا يقدرون على الإنشاء فيها، كالحديث عن صفات الله وأسمائه وأفعاله، وعن اليوم الآخر وأهواله وجنته وناره،
والحديث عن التاريخ القديم والمستقبل البعيد لا تأتي للمتكبرين. لو أنت أثنيت عليه ليس ما بأفعاله ولكن قلت يعني ما شاء الله أنت فعلت كذا تجد يمطعت يريدك أن تثني عليه. ولو قلت أن الله هيأ لك كذا لا اعتبر هذا من أبلغ الذنب. وهذه طريقة المتكبرين. وهذا الذي يكذب على الله ماذا يريد؟ يريد العلو. كيف ثم يعدل عن تمجيد نفسه ومدحها؟ طبعا القرآن مليء بشواهد حب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تجد هذه الشواهد تحتاج تأمل لإدراكها. من رحمة الله تبارك وتعالى لكي يكون القرآن دليل أنه لا تجد فيه المدح الشديد، بل تجد أن أعلى مدح في أجل المواقف المدح بالعبودية. هذا أمر لا يطيقه متكبر. حتى إذا أراد أن يعني يتنزل في كلامه أو نحوه يقول: في مقابل ذلك لا نجد أي مشاعر إنسانية يحملها القرآن في صفحاته، فلا يظهر فيه حزن الاستضعاف المكي ولا نشوة النصر المدني، ولا نجد فيه أي حديث يتعلق بآلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفراحه وآماله وتطلعاته. تجد مثلا دعاء يعني وهو مما يقال فيه أن شهرته تغني عن إسنادي، والبعض يحسن حتى بعض طرق إسنادي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. هذه هي النفس البشرية حتى كانت نفس نبي، يحزن ويتألم ولكن في ألمه يبث شكوى إلى الله تبارك وتعالى، يبث حزنه إلى الله تبارك وتعالى. القرآن دائما يأتي يعالج ذلك. يبقى إذن لا يمكن إنسان يكون هو المشتكي وهو المتألم ثم ينقلب فجأة إلى الروح التي يعني تهز هذا الألم هزا وتطرده طردا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا الكثير من الأدباء، لعلنا ذكرنا طرف من كلامهم وأثناء تدرس كتاب عظمة القرآن، كثير من الباحثين الغربيين يقول عند سماع آيات القرآن تلمس روح استعلاء وعظمة لا يمكن أن تجدها في غيره. قضية يعني كل كلام يعرب عن قائله. لا يستطيع إنسان طبعا البشر يفرح ويحزن ويتأسف، والقرآن يعالج هذا عند البشر، فهو دائما على وتيرة واحدة في العلو والعظمة والعلاج للمؤمنين من هذا الأمر. عندما تأتي تنظر إلى الاستعلاء المدعى في كتب مدعي النبوة يتكلم عن نفسه إنه هو أتى بما لم تأتي به الأوائل. هل يوجد نبي يتمدح بأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل؟ النبي يتمدح بأنه أتى بالوحي من عند الله، أن الله آتاه الوحي، آتاه العلم والكتاب والحكمة. الخطاب مختلف تماما. القرآن في الاستعلاء الإلهية، كلام مدعي النبوة في استعلاء البشر الذي تكاد تضحك عند سماع، لأن أي إنسان يلبس ثوب غير ثوبه فلا بد أنك تجد الكلام سخيف لا تقبله النفس تمجه. فاستعلاء مدعي النبوة وهم ينسبون إلى أنفسهم أوصاف العظمة بدرجة من درجات البله والسفه اختلف تماما عن كلام الأنبياء وهم ينسبون إلى نفسهم الضعف والعجز، ولكنهم يستقون بالله ويلجؤون إلى الله. ثم ما ينزل عليه من الوحي في
بث الأمل والتثبيت القلوب والأفئدة، لأنهم يركنون إلى صاحب العظمة الحقيقية والكبرياء الحقيقي. طبعا هذا الكلام يعني بعض الكلام يناسب في مناظرات الإفحام كما يقولون، والبعض يناسب في مقام الإقناع، يعني لأن أحيانا يكون الخصم في درجة من الصدود والإعراض يحتاج الحجج العقلية الجامدة القاطعة التي يعني تنهي القضية، بينما ليس هذا هو الأصل. الأصل يعني أن الغرض من الدعوة الإقناع، وبالتالي لا يلزم في كل حجة تقال أن تكون يعني عقلية قاطعة، بل لا بأس، بل هذا من المفيد جدا طرح الحجج التي تحتاج إلى تذوق، إلى قدر من إعمال الفكرة. اقرأ القرآن واقرأ غيره وازن، وقول يعني هذا كلام يدعى، استبعد كل الاحتمالات الأخرى، هذا كلام يدعى أنه يأتي من العلي الكبير العظيم، كلامين متعارضين ينسبان إلى الإله العلي الأعلى الخالق الرازق المدبر العليم القدير، وانظر أي الكلامين ينسكب في نفسك هذه المعاني انسكابا ويتمكن منها تمكنا، وأي الكلامين لا يثبت في نفسك شيئا من ذلك، أو إن أثبت فشيء يسير لا يقارن بالكلام الآخر. فهذه القضية، فهذا أحد يعني ما ينبغي أن يركز عليه. اقرأ القرآن، احنا الآن أمام كتابين أو عدة كتب منسوبين لإله، نحن اتفقنا الحوار، وكما ذكرنا قبل هذا عند الحوار أو المناظرة مع أي شخص ننظر نقاط الاتفاق التي بيننا وبينه، ثم نبدأ من أول قضية خلاف بحيث نحيل على نقاط الاتفاق. نقاط الاتفاق تكون هي المقياس التي نقيس به نقاط الخلاف. الملحد نقول محتاجين أدلة عقلية على وجود الله تبارك وتعالى. أهل الكتاب أنتم بتقولوا أن في خالق، وبتقولوا أن الخالق أرسل رسل وأنزل كتب، وهذه قدر مشترك بيننا وبينكم. بقي نحن نقول الكتب التي بين أيديكم ليست من عند الله، أو شوهت وحرفت وبدلت، وأن الله أنزل كتابا لم يحرف ولم يبدل. نحن ندعي هذه الدعوة، وهم يدعون أن الكتب التي بين أيديهم سليمة منسوبة إلى الله تبارك وتعالى ونسبتها إلى الله صحيحة، وأن هذا الكتاب الذي نحن نقول أنه نزل من عند الله مصوبا لما أحدثه الآخرون في الكتب السابقة يكون أنه كذب. نقول إذن اقرأ هذا واقرأ ذاك، واحكم بعقلك وذوقك أيهما أولى أن ينسب إلى الله، وأيهما أولى أن ينسب إلى كذاب. الكذاب الذي يكذب على الله لم يأتي ليمجد الله ويعظم الله، وإنما ليمجد نفسه ويعظم نفسه. فنجد مجد الله وعظم الله وجعل نفسه عبدا لله، ولم يجعل له وظيفة إلا البلاغ، وقال أن ربه قال له ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال أن ربه قال له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهل هذه حال الكذاب؟ وأما الآخرون يقول بولس يقول لهم أنه اؤتمن على الإنجيل فكتمه على الناس لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا،
ويعطيهم منهم على قدر أفهمهم. والكلام ده كده عندهم هو كلام الله أو بوحي من الله أو بإلهام من الله. هذا الكلام العجيب اللي فيه أنه هو أخذ كتاب الله فكتمه ومنع الناس من أن يصلوا إليه وأن يعطيهم على قدر أفهمهم. عندهم أن بولس لم يقله إلا بإلهام من الله. إذن القضية يعني لا تحتاج إلى كبير عناء لكي تدرك. القرآن ليس فيه كلام البشر، عندما تقرأ لا تجد ما تجد في كلام البشر حتى الأنبياء من آلامهم وأفراحهم وأحزانهم وتطلعاتهم. القرآن ينزل في هذه المواقف ليذكر ما ينبغي أن يكون. يقول فكما لا يتحدث القرآن عن موت زوجه خديج، زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديج، ولا عمه أبي طالب في عام الحزن، فإنه لا يذكر شيئا عن زواجه أو ميلاد أولاده أو وفاته. كتاب العهد القديم تاريخ شجرة العائلة لبني إسرائيل، وفلان وفلان وكذا وفلان ولد فلان وشجرة العائلة فعلا، مع طبعا الاضطراب. لا، في القرآن ليس في شيء من ذلك، ليس في شيء عن زواجه أو ميلاد أولادي أو وفاتهم أو غير ذلك من الأمور الشخصية المتعلقة بزوجاته أو أصحابه. فالقرآن غير معني بتسجيل السير والحكايات، لذلك لم يرد فيه ذكر اسم زوجة من زوجاته أو ابن من أبنائه وبناته، بل ولا اسم عدو من أعدائه ولا صاحب من أصحابه. خلا أبا لهب وزيد، خلا أبا لهب من أعدائه وزيدا رضي الله عنه من أصحابه. بل إن القرآن لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صفحاته إلا 5 مرات، بينما ذكر عيسى عليه السلام باسمه 25 مرة، وذكر موسى عليه السلام بما يربو على 100 مرة، ليبرهن لكل قارئ أنه كتاب الله وليس كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الملاحظة دفعت أستاذ الرياضيات في جامعة الظهران الدكتور الكندي غاري ميلر لاعتناق الإسلام في عام 1977. يقول وإذا شئنا مزيدا من البيان فلننظر إلى الكتب التي يؤمن بها اليهود والنصارى اليوم، فإننا نجدها مليئة بما يدل على بشريته، بما تحكي من هموم البشر وآلامهم وآمالهم ورغباتهم، وذلك باب يطول تتبعه، وحسبك من القلادة ما أحاط العنق. يقول أرسل يوحنا في رسالته المقدسة عند النصارى كلمات تبين عواطفه ومشاعره الإنسانية، فيقول غايس الحبيب الذي أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائه. وأما بولس فكتب إلى صديقه تيموثاوس رسالته التي أضحت عند النصارى جزءا من كتابهم المقدس، فيقول الرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس أحضره متى جئت، والكتب أيضا لا سيما الرقوق، سلم على رزكا وأكيلا وبيت أنيسي فورس وأرستس وأرستس بقى في كونسوث، وأما تروموفيمس أدري أسمائهم فتركته في ميليتس مريضا، بادر أن تجيء قبل الشتاء. هذا الكلام عندهم كتب بوحي وإلهام، وإذا سألتهم أين كتاب الله أين كلام الله قالوا هو ذاك. عند المزيد من البحث يقول هذا كلام أصحابه ولكن بإلهام، ألهمهم الله، لهم كلامهم الطبيعي ولهم كلام ألهموا أن يكتبوه على أنه هو الوحي. ماذا استفدنا نحن من ذلك؟ طبعا البعض أحيانا يعني يتغابى بدرجة أو يعني يتذاكى إلى درجة الغباء المطبق، فيقول وما في ذاك عندكم، يعني ما في القرآن من ذكر وقائع، مع أنها تخلو غالبا من ذكر الأسماء، ولكن لا يوجد في القرآن وقائع مجرد سلامات وفلان وجاي ورايح والشتاء
والصيف والبلط ونسيته والفلوس ما تأخرش في إرسالها. وهذا الكلام مما إذا قرأته الآن، أنا أقول لهم إذا قرأته أنتم الآن ماذا تستفيد؟ وأما مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقصة كان لها سبب لا بأس، مع أن هذا نادر جدا في القرآن، ولكن لا بأس أن تنزل القصة التي لها سبب تبين حكم، لأن الحكم هذا الحكم إيه؟ عام. حتى في كتب السيرة يترفع كتبة السير عندنا عن ذكر هذا الكلام، عن ذكر هذا الكلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون. حفظة السنة يذكرون ما فيه تشريع، وكتبة السير يذكرون ما فيه موعظة. لا نجد مثلا أنه في يوم كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وأكل ونام وشرب لكن المواقف التي فيها عظة وعبرة. وانظر إلى مرويات عائشة رضي الله عنها، مرويات أبي هريرة، ومرويات المكثرين من الرواية في الصحابة، هل لم يروا إلا هذه الأحاديث التي تأتي موقف محدد، كلمات قيلت أو فعل ففعل، قال فقيل، وجد ففعل. إذن الأمة تعنى بنقل ما سيشرع. ده هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في سعة تنقل أن فلان راح وجه، إلا من أراد أن يستفيد استفاد، ومن لا فلا حرج. أما أن يقال أن هذا هو كلام الله، شخص بيسلم على الناس ويزعل من الناس ويقول له فلان ده طلع وحش ما تكلموش، وده وفلان أنا صالحته خلاص، النماذج دي مش هي النماذج الوحيد. ويكون هذا كله هو كلام الله، أو حتى يعني طبعا بعد ما نوصل في المناقشة ليس كلام الله ولكن بإلهام، لماذا ألهم الله هؤلاء أن يكتبوا هذا الكلام من حاجاتهم الشخصية المحضة التي تنتهي بانتهاء وقته؟ يعني الآن إذا كنا دخلنا المسجد ولعنا النور، مسألة ما لا تستحق أن تدون، ثم عندما خرجنا أطفأنا النور، مسألة لا تستحق أن تدون. يعني حتى لا، إنما ممكن يعني التصرفات الشخصية ربما يكون بعضها يستحق أحيانا أنه يسجل لفائدة ما، ولكن مثل هذه الأمور لأن رسالة فعلا رسالة شخصية، وقتها هو كان محتاج يكتب أنه يجيبوا له الكتب أو ما يتأخروش عليه في الفلوس، أو محتاج يكتب أنه فلان اللي عندكم ده أنا غضبت عليه فاغضبوا عليه. لكن ليس في أدنى فائدة أن الكلام ده يبقى بعد زمانه، فضلا أنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى فضلا من الأمم. وبالتالي هل تتصور أن حد ممكن يتقرب إلى الله مع نفسه بعيد عن، يتقرب إلى الله بتلاوة هذا الكلام؟ وهذا ما يفسر أن قل أن تجد من يتعبد بتلاوة مثل هذا الكلام. هل تتصور أن أحد يجد في نفسه الهمة الكافية لحفظه؟ ولك طب يحفظ قصيدة، يحفظ أغنية فيها شيء يستحق يحفظ، فيها معاني اتقالت، فيها يعني نغمة كويسة، فيها بيتلذذ بأنه يقولها. طب بس هيحفظ ليه إن الأسامي كلها زي ما انتم شايفين كده، ما يعني حتى مش وإنه ده راح وده جه وده جاب البلطو وده ما جابش البلطو، فهيصعب جدا حتى النفس البشرية تقبل إن هذا لأنه يعني إن هذا المعنى يدخل داخل نفسه. كما ذكرنا أيضا الكلام مع من يريد أن يتدبر ويتأمل، ينظر كيف تنسكب معاني القرآن في النفس، في نفس الموافق والمخالف، يجد خطاب يخاطبه، يجد شيء يشده، يتكلم عن الله عز وجل شيء يعني حتى الكافر عايز يعرف يعني كيف، يعني ماذا يعرف المسلمون وماذا يعتقدون في إلههم. يتكلم عن تهذيب النفس وتربيتها، عن مواقف لا تكاد يعني تعرف الموقف إلا بمرويات إضافية، مرويات يرويها الصحابة في أسباب النزول، لكن التركيز على كيف تتعامل معه،
ما هي الحكم، ما هي الدروس والمعاني، تنساب ثيابا. أما هنا معاني اللي عايز يعني لو حد عايز يحفظها أو يتأملها لابد أن يحشوها حشوا، شيء غير مستساغ إطلاقا. أنك هتتكلم هتضطر تعرف أن فلان، وحتى التاريخ مش معروف، يعني يوم إيه بقى اللي كان فيه البلطو محتاجه، يعني أخاه كان في يوم ما محتاج بلطو، بعت رسالة ما تنسوش البلطو بس، يعني فشيء ثقيل جدا على النفس. فدايما بنقول أننا وهم نتفق على وجود الله، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، وأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، وأن كلام الله لابد أن يكون موجودا في البشر كمصدر هداية، وإنه إذا زال كلام الله من بين الناس ضاعت الهداية. فكده الأمر صار سهل جدا خلاص، احنا متفقين على كل هذا الكلام. قارن من الذي يصلح أن يكون هو كلام الله، وأي الكلامين هو الذي فيه، وأي الكلامين منسوب إلى الله أصلا. احنا نقول هم ابتداء بدئين من نقطة متأخرة جدا، انه لا يوجد كلام لله بالفعل بين البشر، انما الموجود كلام للبشر ألهموه. طب ماذا ألهمه؟ واحد ألهم يوسف عملية جنسية تفصيلية، لماذا لا ندري، هو ده اللي حصل. طب ما في حاجات كتير بتحصل، طب ليه ألهم انه ثم انه مش ده اللي حصل، ده الوصف التفصيلي ده جه مرة في ضرب مثل، كأن الله يريد أن يقول للناس خيانتكم للشريعة كخيانة المرأة الزانية لعرضها أو تفريطها في عرضها. فإيه كان الكلام الوصف التفصيلي أن المرأة الزانية اسمها كذا، هل يضرب مثل ووصف جسمها كذا والزنا بيفعلوا كذا؟ فإذن شيء يعني لا يتصور حدوثه إلا في البشر وفي حثالة البشر، الذي يسبق دائما يسيطر على ذهنه العمليات الجنسية فيجعلها هي الوسيلة لشرح كل شيء. وإذا طلبت منه مثل للحب يبقى الجنس، مثل للظلم يقول لك ما الاغتصاب والقهر، مثل للخيانة المرأة الزانية، مثل لكذا. وياريت حتى يكون المثل مختصر، لا ده بالتفصيل الممل جدا. ففي حد ألهم كده، والتاني ألهم يألف قصص شمشون الجبار، وقلنا حصلت، وإن الشقوط في شعره. وفي واحد ألهم يبعت رسائل لأتباعه وأصدقائه، ودي لأن دي حاجات حقيقية فعلا بقى، بس رسائل موضوعها محدود جدا، حاجة بشر بيطلب عايز فلوس، لا تتأخروا علينا في إرسال النقود. وهذا عندهم قد هذا إلهام. فالمقارنة أحيانا تكون أيسر كتير من مناقشة جانب واحد من القضية، يكلمك على القرآن وفقط. طب دخل المقارنة معاك هتسهل عليك كتير. وبعدين برضو نرجع تاني نبين عظمة القرآن وأدلة صدق القرآن وأدلة أنه من عند الله تركته. يقول وفي مقابلة بين النماذج التي ذكرها من البصمات البشرية الواضحة تمام الوضوح في كتب أهل الكتاب، وفي مقابلة مع القرآن، يمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقوف على عشرات الشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم ولا تأليفه، بل هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدالة على ذلك، وهي آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن إليه
إعجاز القرآن أخبار القرآن بالغيوب، إخبار القرآن بالغيوب. فهذه بعد هذا التمهيد يعود فيذكر أمثلة أكثر تفصيلا مرتبة على هذه العناصر الأربعة، ولكل منها دلالة على أن القرآن من عند الله، وأن القرآن ليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. لا يمكن إنسان كاذب متكبر، لأن هذا الفرض عندهم، يدعي أنه أنزل عليه قرآن في عتابه وتخطئة اجتهاده ولومه عليه مثلا، إلى غير ذلك من الأمور سوف نتناولها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.